مرحبا شباب، معاكم محمود عمرو. هنتكلم النهارده على الهاند ستاند بوش ابس، ازاي اعمل ضغط وانا في وضع الهاند ستاند او انا واقف على ايدي من غير حيطه، من غير ما اسند على حاجه، بس انا والاتزان بتاعي. تمام، هنبدا فيها خطوه خطوه. ازاي الاول ان انا اكسب القوه بتاعه الحركه دي او السترينث بتاع الحركه دي، وبعدين هتكلم في التكنيك بتاع الحركه، ازاي انا ازاي احافظ على الاتزان بتاعي وانا فوق وتحت. تمام، مبدئيا شباب نصيحه، قبل ما ابدا الهاند ستاند بوش ابس، قبل ما ابدا ان انا هطلع فوق وتحت، لازم الهاند ستاند بتاعتي الثبات بتاعي يبقى على الاقل 30 ثانيه. شباب لو ما عرفتش تتوازن 30 ثانيه على ايدك، لينك اهو فيديو ازاي تقف على ايدك. كانك بتعمل تمرين الاكتاف اللي هو بتاع البار، لو انت في الجيم في تمرين اللي هو بالكتف، نفس الكلام، هو ده نفس التمرين بالظبط، بس بعمله على الايه، على الارض، من غير ما اشيل بار هشيل جسمي. فعايزك تحس بكتفك في البار زي ما انت بتعمله على الارض بالظبط. اول تمرين اللي هو البايك، ان انا هنزل على الارض، مناخيري هتلمس الارض، وبعد كده لما اطلع دقني بتخش جوه واشد كتفي على الاخر. الغلطات اللي الناس بتعملها بقى، ان انا هتبقى ده راسي هتبقى بره، فلما هنزل وهطلع انا وصي ما بقاش فوق. لما وصي ما بقاش فوق، انا كده شلت الحمل من على الكتف وحطيت الحمل على عضلات الصدر او على الـ على الـ على التشست. ده مش اللي احنا عايزينه، لان انت عمرك ما هتعرف تعمل هاند ستاند بوش اب كويسه بالطريقه ديت. لازم يبقى الحمل على كتفك، لازم تميل شويه قدام زي ما شفت في الفيديو الاول وانا بعمل هاند ستاند من غير وانا رجليا فوق. لما تعمل من التمرين دوت من 10 ل 15 عده، والتمرين دوت هيبقى سهل، هتخش على التمرين اللي بعده، ان انا هبتدي ارفع رجلي بس مش على الحيطه، هرفع رجلي على البنش الاول. فهتجيب بنش، هتجيب اي حاجه تحط عليها رجلك اعلى من الارض. فانا رجلي هتحط على البنش، وابتدي ان انا ارجع بايديا ورا ووسط هيطلع فوق لغايه ما اوصل ان انا كاني هاند ستاند، كاني واقف على ايدي بالظبط. لو رفعت رجلي ابقى في الوضعيه بتاعت الوقوف الايد. لما اوصل ان انا بقيت اعمل 10 عدات وانا مستريح في التمرين ده، هبتدي اخش على البروجريشن اللي بعده، ان انا هبتدي اعمله على الحيطه وانا رجليا كلها فوق. بعد كده يا شباب هبتدي ان انا هعملها على الحيطه. اوكي، نفس التكنيك، بميل قدام وبطلع تاني. طبعا في حد ممكن يطلع الهاند ستاند بالمنظر ده وهيشتغل البوش ابس، بس دي اوكي، دي ما فيهاش اي غلط، ما فيهاش اي مشكله. بس المشكله الوحيده ان هي مش هتنفعك لما تيجي تعمل هاند ستاند من غير ما تسند رجلك على حيطه. ليه؟ لان انا عايز اميل قدام، مناخيري بتطلع قدام بعد ايدي وبعد كده برجع تاني، راسي بتطلع قدام وبترجع تاني. فلو انا حاطط بالمنظر ده، لو طلعت بقى ظهري عند الحيطه مش هعرف ان انا اميل قدام. لو ملت قدام حاجه من الاثنين، يا اما رجلي هتنزل تحت، يا اما رجلي هضطر ان انا عشان ابقى ساند على الحيطه ان انا ظهري هيبقى عامل زي الكوس او زي البنانه، انا مش عايز اوصل للبوزيشن ده. دلوقتي شباب لو مش عارفين نعمل الهاند ستاند اللي هي على الحيطه، انا عندي فكره كويسه. هنستعمل المطاط شباب، هنستعمل المطاط ده. تمام، هتطلع الهاند ستاند، هستعمل الباند دوت في ان هو هيساعدني في ان انا اطلع في الهاند ستاند بوش ابس. تمام شباب، بعد ما اعمل كل دوت ابتدي بقى ان انا اجرب التمرين دوت على الارض من غير اي مساعده. انا اقسمه لاربع مراحل. تمام، ما تحاولش المرحله اللي بعديها غير لما تعمل المرحله الاولانيه اللي قبليها الاول. تمام، اول مرحله ان انا هنزل هتحكم في جسمي وهو بينزل تحت. تاني مرحله ان انا هبقى ثابت تحت، دراعي متني، مناخيري تقريبا سنتي من الارض، وهثبت نفسي تحت من 5 ل 10 ثواني. تالت مرحله ان انا هزق نفسي على فوق. رابع مرحله ان انا احافظ على البالانس بتاعي بعد ما ايديا تتفرد. شباب العدات دي هتدخلها في التمرين بتاعك، هتدخلها في الروتين بتاعك. لو بتعمل يوم كتف او شولدر داي، خلي اليوم بتاع الكتف فيه العدات دي كلها. ان انت تجرب بقى، لو انت خلاص العدات دي كلها اوكي وخلاص ما فاضلكش غير ان انت هتجرب الفري ستاندنج، ان انت واقف من غير ما تسند على حيطه وهتعمل البوش اب، فدي هتتمرن عليها زي ما اتمرنت على الهاند ستاند، ان انت هتعمل 5 دقائق قبل كل تمرين في التسخين بتاعك. تمام شباب، في نهايه الفيديو احب اقول لكم ان التمرين ده هو من السكيلز الصعبه، من المهارات الصعبه، بس التمرين هايل بصراحه للكتف، مفيش تمرين كتف زيه. تمرين كتف، تمرين اتزان، تمرين تحكم في جسمك، تمرين كل حاجه، فيستاهل ان انت تعمل فيه مجهود، يستاهل ان انت تلتزم فيه. اتمنى ان انتوا تجربوا التمرين ديت، تجربوا النصايح ديت. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه، لايك شير سبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.